واخد ليا تلات اتجاهات ببقى ماشي فيها، هي في ككونسبت يعني، واخد الحاجات السرمديات الحاجات القديمة، بستخدم اللون الأبيض والأسود لأنه ده بيديني حاجة بترجعني للزمن القديم. أما بالنسبة للتكنيك اللي أنا بستخدمه، أنا بستخدم السلك سكرين وهي طباعة يدوية، بستخدم بدمج بين الطباعة اليدوية وبين الكمبيوتر. الكمبيوتر بيديني التكنيك بتاع الحفر، بستخدم بدمج ده، حاولت أدمج الاتنين مع بعض بحيث أن أنا أحقق على اللوحة على السطح القصادي، بحقق في البعد الثالث الإهامي للطباعة.